نعم شيء. نعم نعم. شكرا سيادة رئيس المحكمة، تشجعتني لكي أتحدث أقدم مقترح حول الوضع الصحي يعني عندنا في السجن. الوضع الصحي مالنا؟ الوضع الصحي اللي خصنا احنا معظمنا الموجودين في، يعني عندما نقلنا إلى السلطات العراقية قبل حوالي شهرين ثلاثة أشهر، معظمنا مصابين بأمراض مزمنة ويتطلب الفحوصات تكون دورية، إن لأنه فعلا يعني عندنا أمراض حقيقية يعني خطرة، وقسم من زملائنا مصابين بأمراض يعني السرطان اللي هي تتطلب يعني تدقيق ومتابعة وإعطاء الأدوية. أنا لا أقدم شكوى على إدارة السجن لأنها هي الموضوع ليس بيديها. يقولون الأطباء الذين يفحصوننا لا يمكن أن يتم نقلكم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات سواء على الدم أو الأشعة أو أي شيء، أي مرض تصابون به غير قادرين على أن نقلكم من هذا المكان. يعني معنى ذلك، وإحنا نحتاج الحقيقة، معظمنا كبار سن ومصابين بأمراض مزمنة. ليش ما يقدروا نقلكم؟ هذا الجواب اللي أعطونا إياه الأطباء. من اللي أعطى هذا الجواب؟ الأطباء اللي يجونا الأطباء من المستشفى الكاظمية، يجونا يفحصونا يسألونا بس شايل السماعة بيده وهذا هو يعني. أما أنا أحتاج تحليل دم، أحتاج فحص أشعة صدر، قال هذا من لحد الآن لا يوجد يعني أمل بنقلكم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لا يوجد أمل، هوبليس يعني ماكو أمل اللي يتمرض بمرض. وعدنا فعلا عدنا اثنين من زملائنا مصابين بالسرطان وبمراحل متقدمة، أحدهم يحتاج إلى أبرة بالكيمياوي هذا الدورية يعني لحد الآن. من وكيلك؟ أنا وكيل الأستاذ ياسين السعدي، أنا ما أحكي عن نفسي الحقيقة، بس أنا واحد من المرضى اللي يحتاج إلى. نعم بالنسبة موكلك وبالنسبة للموكل الآخرين اللي عنده مرض، كل واحد خليه يقدم لي طلب تحريري يحكي بالتفاصيل، وهذه أنا أكتب إلى الجهة المعنية عسى ولعل يسهلون أمرهم بشكل مطلوب. إحنا نلتمس من سيادتك أن تفاتح لنا جهات عليا لكي يأذنون بنقلنا إلى المستشفى في الحالات الطارئة، ما نطلب يعني شيء بسيط يعني. إذا أنا أتمرض شخصياً المفروض هم أراجع مرجعي، والمرجعي يكتب يوديني إلى المكان أو يجون، نفس الحالة بالنسبة لكم يعني. أستاذ إحنا لا حول هذا، خلي الوكيل بالنسبة للمرضى اللي يشكون واحد واحد، كل واحد يقدم طلب بالتفاصيل يبين. أنا أحيل الطلب بتوصية إلى رئاسة المحكمة بإحالتهم إلى المستشفى المختص بموضوع المرض. نعم. لإجراء الفحوصات وبالشكل اللي الطباء المستشفى. سيادة رئيس المحكمة، أنت ضربت مثل على نفسك، نحن سجناء، نحن لا حول لنا ولا قوة، احنا برعايتكم الآن، احنا أمانة عندكم وعند الناس اللي يعتقلونا يعني. أنا غير هاي ما أقدر، لأن أنا هسه إلي يعني رؤساء. احنا نطلب تسعة يابا، والسعي عند الله مقبول يعني. أكتب إلى الجهة المعنية. نعم. أكتب إلى الجهة المعنية، تريدون هم أكتب لكم لا مانع إلى المستشفى الهادي. يا مستشفى خلي يكلفون أطباء يجرون فحوص دورية عليكم أو نعم. بالنسبة للشخص المطلوب إذا الأطباء نعم. لجنة طبية إذا شافوا أنه هذا يتطلب وضعه يتخالى مستشفى، إحنا ليش نمانع؟ أنا ضربت لك مثل، أحد الأخوان يحتاج إلى علاج أوبر دورية للمصاب بالسرطان، والسرطان في توسع وانتشار. الأطباء اللي يقررون هذا أستاذ؟ الأطباء أنا ما أقرر يا سيد. جاوبونا الأطباء، جاوبونا يا أستاذ، جاوبوا قالوا هذا الموضوع يستحيل تطلعون من السجن. الأطباء يقررون هالشيء. على كل. الأطباء يقررون إحنا. على كل، أنا أترك الموضوع هالشيء. أشكرك. الأطباء يقررون، مو أنا اللي أقرر. أشكرك. هذا علمي الشخصي ما يمكن. أشكرك.